انكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. وحشني جدا من اخر فيديو نزل لكم على القناه. النهارده هعمل معاكم طريقتي في عمل الباميه. اول حاجه انا عندي هنا بصلتين اتنين وقرن فلفل واربع فصوص ثوم ومعلقه صلصه وملح وفلفل اسود وكمون، وعندي الكبه. اذا مش عايزه تقطعي البصل على ايدك حطي في الكبه كله وريحي دماغك. وعندي هنا على النار الصلصة اللي كنا مفرزينها مع بعض، وحطيت قالب وحطيت كاسة من الشوربة بتاعت اللحمة اللي كنت سلقاها معها. هسيب بقى دي هنا تدوب معايا خالص واتأكد ان هي دابت وبدأت تدخل ايه في التسبيك. تمام كده يا حبيبي، بالشكل ده كده. هبدا بقى هنا عندي هضرب دي الفلفل ده، هحطه كده معاهم خلاص. وهبدا انا بعمله طريقه ني في ني. هبدا اعمل ايه؟ هبدا احط التوم الاول واديله ضربه معايا. هدي للتوم ضرب اهو. بعد كده هدي البصل ضرب. انا ضربت التوم الاول عشان اتاكد ان هو كله اتفرم معايا. هبدا انزل بقى بالبصل. دول زي ما قلت لكم بصلتين اتنين كبار او اربعة صغيرين، وهبدأ افرم. تمام كده هي عندي اتفرمت. هبدأ بقى احطها عندي على الطماطم. طبعا انا سلقه اللحمه، حابه تضيف اللحمه بعد كده عليها براحتك، حابه تشوحيها من البدايه خالص براحتك، بس انا بفضل اني اديها سلقه عشان الشوربه بتاعتها ممكن تعملي معاها رز جنبها، ممكن بعدها بيوم ولا حاجه تعملي ملوخيه، ف بتفيد. تمام كده هبدا بقى انزل بالكمون، معلقه صغيره من الكمون. ورشه من الفلفل الاسود، وهحط الصلصه. الملح مش هحطه الا في الاخر خالص اما اجي احط البانيه، ومعلقه من الصلصه بس كده شكرا. وهسيبها بقى على نار هاديه تتسبك. هي كده خلاص دابت معايا الصلصه، هسيبها تتسبك ويتغير لونها. هكون انا بقى خلصت نضفت ده كل اللي حواليا وارجع لكم تاني. ده شكلها اهو يا حبايبي. بعد ما عدى عليها بالظبط 5 دقايق هبدا بقى احط البهارات بتاعت اللحمه بتاعتي، وهبدا اقلب وانزل بال فصين اتنين هيل، بحب اضيفهم يدوا طعم حلو جدا. فصين اتنين من الهيل اهو، وهنزل بالبانيا دلوقتي. البانيا بطلعها على طول، البانيا بطلعها على طول من الفريزر واحطها في الطبخة عندي، ما بطلعهاش تفك. تمام كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده اهو كده. دي كده الباميه بتاعتي. هبدا بقى ايه اعلي النار عليها تاخد غلوه، وبعد كده ارجع لكم تاني.
ده كده شكل البامي عندي اهو. لما بدأ يغلي هبدأ بقى انزل عندي الكاسة من الشوربة واللحمة. انت شوفي لو محتاجة تزوديها مية زوديها، مش محتاجة خلاص. هنزل بس بكام قطعة كده من اللحمة عليها عشان تاخد الطعم. بس كده خلاص. وهبدأ بقى ايه اقلبها كده، وهرش الملح واسيبها بقى ايه تستوي مع بعضها. دي كانت طريقتي في وصفة البامية. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تحطولي لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. انتوا طبعا شايفين الحلة مليانة وكده، بس هي لما تستوي هتبدأ تنزل لتف وتقل. بس كده يا حبايب قلبي، انتظروني بقى وقت التقديم. شكرا ليكم، مع ألف سلامة. باي باي حبايب قلبي. الشكل النهائي للوصفة بتاعتنا البامية الصحية من غير ولا زيت ولا اي حاجة. يا رب الوصفة تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تحطولي لايك وشير وسبسكرايب زي ما قلتلكم، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم يا حبايب قلبي، ومع الف سلامة.